دلوقتي تقدر تقدم على خدمة تركيب العداد الكودي، وهي خدمة مؤقتة تقدم وفقا للضوابط والمعايير القانونية. بيتم تقديم طلب العداد للأشخاص اللي بيحصلوا على تيار كهربائي بصورة غير قانونية، وده لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي، وهو عداد مؤقت لحين تركيب عداد قانوني. كل اللي عليك انك تدخل على الموقع الالكتروني eehc.gov.eg وتختار منصة الخدمات وتسجل نفسك على الموقع بكل سهولة، وما تنساش لازم تضيف بياناتك الصحيحة علشان طلبك يكون صحيح، وبعد كده ممكن تسجل دخولك وهيتم تحويلك إلى صفحة الخدمات الإلكترونية، واللي من خلالها هتلاقي كل الخدمات المتاحة اللي بتقدمها لك المنصة. كل اللي عليك إنك تروح على خدمة العداد الكودي وتدوس على طلب جديد، وبعد كده هتلاقي بيانات الطلب، هتملى البيانات وتختار نوع الوحدات اللي عاوز تقدم لها على العداد الكودي، وكمان عددها قد إيه، وكمان ترفق معاهم بعض المستندات زي مثلا محضر الممارسة وصورة العقار من الخارج، وما تنساش ترفع صورة بطاقتك الشخصية وش وظهر، واللي لازم تكون صالحة وغير منتهية، وكمان لازم تتأكد ان الاسم اللي كتبته رباعي، واللي هو نفس الاسم اللي مكتوب في بطاقة الرقم القومي علشان طلبك ما يترفضش. وكمان تقدر تحدد مكان الوحدة على الخريطة، وبعد كده هيتم تسجيل الطلب وهيكون الطلب ليه رقم، واللي من خلاله تقدر تتابع بيه حالة الطلب، وخلال أيام هتكون الخدمة وصلتك لحد باب بيتك. المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بداية جديدة لخدمات متكاملة سهلة ومؤمنة، راحتك وسلامتك تهمنا. مع تحيات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. ازاي تقدر تستخدم المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء علشان تقدم على عداد قانوني لأول مرة او تقدم على عداد كودي؟ اول خطوة هنبدأ من تسجيل الدخول، ومن هنا هندخل على إضافة حساب. اول حاجة هندخل رقم الموبايل الخاص بينا، وبعد كده هنكتب الاسم الاول واللي لازم يكون باللغة العربية، وهنكتب الاسم التاني، ولو الاسم الخاص بينا اسم مركب لازم نراعي ان مفيش اي مسافات ما بين الاسم الاول والاسم التاني. بعد كده هنكتب كلمة المرور، وبعد كده هنكتب البريد الالكتروني واللي هيكون اختياري، بعد كده هنكتب الرقم القومي واللي لازم يكون رقم صحيح، وهنضغط على تسجيل، وبكده يكون عندنا حساب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. أول حاجة خلونا نقدم على عداد كودي، وده عن طريق ان انا بضغط على طلب جديد. في الحالة دي هيطلب مني تسجيل الاسم بالكامل، يكون باللغة العربية ويكون رباعي، ولو اسم مركب لازم اراعي ان مفيش اي مسافات بين الاسم الاول والتاني. عنوان تركيب العداد مع ذكر طبعا علامة مميزة. بعد كده هنختار المحافظة اللي هتكون القاهرة بالنسبة لي، وبعد كده هختار المنطقة واللي هتكون العباسية. بعد كده هنلاقي رقم التليفون او رقم المحمول اللي احنا سجلنا بيه في البداية خالص، ولكن ممكن حضرتك توفر رقم تليفون تاني او رقم محمول تاني لسهولة التواصل. رقم العقار واللي هيكون بالنسبة لي هنا رقمه 2، نوع الوحدة واللي بالنسبة لي هتكون سكني، وطبعا هنحتاج نحدد عدد الوحدات واللي هتكون بالنسبة لي واحدة بس. بعد كده هبدأ أرفق صورة العقار من الخارج، واللي لازم تكون طبعا صورة صحيحة وواضحة. بعد كده هرفق بطاقة الرقم القومي واللي لازم تكون سارية وتكون صحيحة، ولازم تكون وش وظهر. وبعد كده هنختار على الخريطة أقرب مكان للعنوان اللي أنا ذكرته، وهنلاقي إن الدبوس الخاص بالخريطة ظهر بالشكل ده. بعد كده هعمل إرسال الطلب. هيظهر لي تأكيد قبل إرسال الطلب بيوضح إن لازم تكون البيانات اللي أنت حطيتها في الطلب لازم تكون متطابقة للبيانات الموجودة في بطاقة الرقم القومي، وان تكون البيانات كلها سليمة، بخلاف طبعا العنوان لانك ممكن تكون بتقدم على وحدة سكنية غير العنوان اللي موجود في البطاقة. بعد لما تتأكد ان كل البيانات تم ملئها بشكل سليم ابدأ اضغط على كلمة تأكيد.
ودلوقتي بقى عندنا طلب لخدمة عداد كودي موجود بالشكل ده، وحضرتك تقدر تتابع في أي وقت الطلب بتاعك عن طريق رقم الطلب وعن طريق التاريخ والوقت اللي حضرتك قدمت فيه.